التحرك هو على أكثر من مستوى، فيصل، مساعدات مادية تلك التي أعلنت عنها أورسولا فوندرلاين، وأيضا مساعدات عسكرية قدمتها العديد من الدول الأوروبية، ولكن هناك انقسام حول هذا الموضوع. بعض الدول كألمانيا مثلا ترفض إرسال مساعدات لأوكرانيا، تقول بأن ذلك سيزيد الوضع سوءا، مساعدات عسكرية بالتأكيد، فيما الاتحاد الأوروبي بالعموم يتحدث عن مساعدات عسكرية غير قتالية، وما جاء في بيانه حرفيا بأنها غير فتاكة. من بين هذه المساعدات مثلا نظارات للمساعدة، مساعدة الجنود على الرؤية الليلية، هذا النوع من المساعدة التقنية غير الفتاكة، في حين هناك دول أخرى من بينها بريطانيا، وجياب بالتأكيد هو لديه الكثير من التفاصيل حول هذا الموضوع، ولكن الدول منقسمة حول مبدأ المساعدات وتقديمها. هناك مساعدات فتاكة، أسلحة مضادة للدبابات مثلا، وهناك من يستعد لتعزيز وجوده في أوكرانيا، ولكن كما ذكرت هناك انقسام حول هذه النقطة، نقطة المساعدات العسكرية. هناك انقسام آخر حول مسألة تقييم الوضع على الأرض وسحب الدبلوماسيين أو عائلات الدبلوماسيين من أوكرانيا كما فعلت الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما سيتم الاستماع إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في هذا الاجتماع هنا في بروكسل من خلال تقنية الفيديو، وسيطلعهم أيضا، سيطلع الأوروبيين على نتائج اجتماعه يوم الجمعة مع نظيره الروسي. بالتأكيد كل الخيارات موضوع على الطاولة، ولكن مسألة طرح العقوبات الآن أو قوة الردع الأوروبية لن يتم التطرق إليها، مع أنه سيتم التعامل معها وتحضيرها، ولكن لن تعلن على الطاولة، لأنها إن أعلنت ستفقد قيمتها كقوة ردع. أنتقل إلى لندن. جياب، يعني جونسون يحذر بوتين الغزو سيكون له عواقب كارثية، يعني ماذا بعد هذه الرسائل؟ كيف أيضا يتابع الداخل البريطاني يعني هذه التحذيرات من رئيس الوزراء؟ نعم، تحذيرات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون جاءت أيضا مع أنه قال أنه في حال دخول القوات الروسية يحبذ، ويقول أنه يتوقع أن يكون هناك قتالا وتصدي من قبل الجانب الأوكراني لأي غزو روسي للأراضي الأوكرانية. هذه الإشارة من قبل جونسون ترجمت أيضا من خلال دعم عسكري لم يتوقف منذ نحو أسبوعين من خلال مد قوات الجيش الأوكراني بمعدات عسكرية، خاصة صواريخ مضادة للدروع والدبابات، بالإضافة إلى إرسال خبراء عسكريين إضافيين بريطانيين لمساعدة وتدريب الجيش الأوكراني. لن يكون هناك طبعا كما نفت وزارة الدفاع أن يكون هناك إرسال قوات للقتال، ولكن هناك قوات موجودة منذ عام 2015 في أوكرانيا لتدريب القوات الأوكرانية وبالتحديد قوات البحرية الأوكرانية، والآن ترسل قوات جديدة. أيضا الغزو الروسي والتحذير الكرملين وتحذير روسيا من قبل الجانب البريطاني بأن أي دخول سيكون مغامرة دموية وكارثية ولها أيضا تبعات وعقوبات اقتصادية قاسية جدا على روسيا. أيضا ما كشف عنه قبل قليل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في تصريحات صحفية أن هناك قائمة عقوبات اقتصادية وتحرك لهذه العقوبات تقوده المملكة المتحدة بالتعاون مع الحلفاء الغربيين. سيكون هناك اجتماعات أو اتصالات هاتفية سيجريها مع دول الحلفاء للمملكة المتحدة وبالتحديد الولايات المتحدة الأمريكية التي وصفهم من خلال هذه التصريحات بالأصدقاء. وهنا الموقف البريطاني أقرب منه إلى الجانب الأمريكي على غرار الجانب الأوروبي من خلال خطوات عملية على الأرض بدأت بريطانيا بالفعل التحضير لها في حال أي غزو أو دخول القوات الروسية إلى أوكرانيا. سنبقى على اطلاع منكم عن تطورات المشهد الأوروبي وأيضا البريطاني. من لندن مراسلنا جياب أبو صفية، ومن بروكسل مفادتنا عزة غريبة.